دكتور جاول مكري مدير جاوي للصحة بصفاقس في إطار متابعة الوضع الوبائي بالجهة الصحية بصفاقس. احنا خلال الفترة اللي لاحظنا العباد الكل فما ارتفاع نسبي في عدد الإصابات، معناتها جاء ارتفاع في عدد الإقامات. مازلنا في أرقام معقولة، لكن يلزم نفهموا العباد الكل انه مقاومه ادريس راهو مجهود جماعي، وباش وصلنا انه في وقت من الاوقات تقلصت الارقام راهو كانت مجهود صحيح فرق الصحه، لكن مجهود جميع المواطنين اللي في وقت من الاوقات التزموا بتطبيق قواعد حفظ الصحه، وهذا مطلوب منهم خلال الفتره هذه القادمه. الارتفاع هذا بطريقه مختلفه من معتمديه لمعتمديه، فما بعض المعتمديات اللي لاحظنا فيهم ارتفاع. احنا كنا نسبة الإيجابية 5% 6%، تولينا في 10% حتى 11. فما بعض المعتمديات اللي لاحظنا فيهم خلال ثلاثة أسابيع التالي معناتها بؤر، والحمد لله تم السيطرة عليهم، وهما مازلنا تو معناتها في الناس كيميلي مازلنا نلاحظوا في إصابات موجودة فيهم، لكن قاعدة تتقلص. بصفة عامة إذا كان العباد الكل تعمل المجهود اللي كانت عملته نجموا نوصلوا أنه ما تصيرش انتشار كبير ياسر، خصوصا أنه فما يقظة كبيرة، فما ترفيع في عدد التحاليل، فما معناتها مجهود منكم أنتم كإعلام زادة في التوعية والتحسيس اللي يخلي العباد فاهمة أنه نجموا ما نرجعوش الوضعيات عشناها قبل، وهذا كل نجم نعملوه مع بعض. ثم بعض الحالات معناها خاصه الجيوش الوافد هذايا هو في اطار المراقبه الدوريه سيتو للخيان اللي يجيو من خارج الوطن، ديما فما مراقبه. هنا نحب نشكر فرق الصحية اللي موجودة في النقاط الحدودية سواء في المطار والا في الميناء، ميناء صفاقس وميناء صخيرة. دونك احنا في اطار متابعة هذايا فما عندنا تم تسجيل حالة وافدة بعد التقطيع الجيني، كانت حاملة الفيروس سوشة جديدة الاوميكرون. البحث الوبائي الحمد لله ما فماش حاجة خطيرة ياسر لحد الآن، ما لاحظناش فما إصابات. يمكن الوضعيه هذه خاطر جاء في بريود بعد ما فات بريود نتاع الكونتاميناسيون ولا ما يعديش ياسر، اي يعديش ياسر، ويمكن زاد كيف كيف احترم معناتها الاجراءات الصحيه. لكن الى حد الان احنا مازلنا قاعدين نكملوا في البحث الوبائي علاقه بالوضعيه الوافده اللي فوقنا بها هذه. معناها ما عداش شكون قاعدين نعملوا في التحاليل. الايجابيه ما لقيناش الى حد الان، وبيصير احنا بخلاف التحاليل السريعه نعملوا في البي سي ار ومع التقطيع الجيني اللي هو يلزمو نهيرات باش تخرج النتيجه نتاعو. تم معناتها اعلام العباد اللي هما كانوا اون كونتاكت معاه باش ياخذوا حذرهم، وبعد ما قمنا بالتحاليل هو حالته مستقره؟ لا لاباس. التلقيح اللي ما خلطنا بين القرب والمعلومه كيف؟ بالنسبة لل للحملة الوطنية للتلقيح على المستوى الجهوي جهة صفاقس، كما تعرفوا جهة صفاقس فيها 8 مراكز تلقيح، منهم مركز الجهوي بشط قراقنة. المراكز هذوما قامت بعمل كبير ياسر، ومعهم الفرق اللي موجودة في مراكز الصحة الأساسية اللي هي قاعدة ناشطة في أكثر من 60 مركز صحة أساسي سيرتو في المعتمديات في إطار تقريب خدمات المواطنين، خاطر تعرفوا أنتم يمكن في صفاقس الكبرى فما النقل، لكن في المعتمديات ديما فما إشكاليات تاع التنقل تاع المواطن. وصلنا تجاوزنا 150 ألف ديرنيرمون، تو قريب نص المليون و 200 ألف، دونك جرعة منجزة. نسبة التغطية بجرعتين بالنسبة للعباد اللي أكثر من 40 سنة تتجاوز 70%، نسبة التغطية أكثر من 50% بالنسبة للعباد 18 سنة فما فوق. تعرفوا بلي احنا المدة اللي فاتت وفي إطار الحملات حملات الأيام المكثفة للتلقيح، واللي في اليوم الثامن كان صفاقس هي الأولى تجاوزت 20,000 تلقيح. دونك زاد كيف كيف هبطنا الشريحة عمرية ما بين 12
و15 سنة دونك والحمد لله فما إقبال كبير من المواطنين باش يجيبوا صغيراتهم للتلقيح. هذا الكل مش يكون عنصر مساعد باش يحد من انتشار الفيروس ويحد من العوارض نتاعو عند العباد وقت اللي يتم الإصابة به. بين 12 و15 ماهوش إجباري ولا إجباري؟ لا أظن هو احنا التلقيح كلها ماهيش إجبارية. التلقيح هي حماية للشخص في ذاته وحماية للأنتراج نتاعو. أما التلقيح أنا نشوفها باللي هي عنصر أساسي للوقاية من الفيروس. كما نحملوا كمامة، كما نعملوا تباعد، كما نغسلوا يدينا، وكما نخافوا على روحنا، نخافوا على العباد اللي دايرين بينا، والطريقة اللي نجموا نتوقعوا بها هما زوز، هما قواعد حفظ الصحة اللي نعرفوها الكل والتلقيح. حبيت نعرف بين 12 و15 معناها هل اوبليكاتوار ما يدخل الليسي أو الواحد كان بالتلقيح أم كان بجواز التلقيح أم لا؟ هو المرسوم يخص العباد اللي 18 سنة فما فوق بالنسبة لجواز التلقيح. شكرا.